أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. مجموعة من فرص العمل في قطاع المطاعم السياحية توفرها وزارة العمل من خلال الحملة الوطنية للتشغيل كلنا شركاء. وفي هذا السياق قامت وزارة العمل بتوقيع 5 اتفاقيات لتدريب وتشغيل نحو 200 باحث عن العمل في هذا القطاع. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف وزير العمل الدكتور نضال قطمين. مساء الخير دكتور نضال. مساء النور. أهلا ستي. ما هي آلية التقديم لهذه الوظائف في قطاع المطاعم السياحية كما ذكرت؟ يا ستي، هو المرحلة الأولى من حملة تشغيل الأردنيين أطلقناها من وزارة العمل تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني والحسين حفظه الله ورعاه، وكانت عبارة عن فرصة جديدة للتعاون مع أهم قطاع في أي دولة في العالم وهو القطاع الخاص. ومن جملة هذه المهن المتوفرة من خلال الفرص التي تم التوصل إليها مع القطاع الخاص مثلا مهنة المطاعم، وتم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات مع عدد أيضا من شريحة كبيرة وواسعة في قطاع المطاعم، كلها تؤدي إلى يعني تفعيل دور الأردني. والحمد لله بدأت هذه المهنة يعني أن تشغل من قبل الأردني لأنه فيها ميزات جيدة وفيها راتب متواضع في البداية، لكن مع الإضافي والحوافز والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والإكراميات والسكن والوجبات، يعني ممكن يصل الراتب تقريبا 500 إلى 600 إلى 700 دينار. هذا بيكون لشخص مثلا ما معه شهادة مدرسية، وبالتالي هذا بنعتقد أنه فرصة ممتازة جدا لبداية طريق أي عامل بيستطيع أنه يعني يمتهن هذه المهنة. نعم طبعا. وآلية التقديم ستكون يعني مثلها مثل الوظائف الأخرى؟ والله آليات الحقيقة احنا الأسبوع القادم إن شاء الله اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم سنطلق حملة أخرى مهمة جدا، وهي حملة التعيينات، وليس فقط يعني عرض الفرص، وإنما الآن المرحلة الأولى انتهينا منها هي إيجاد الفرص في القطاع الخاص. المرحلة الثانية انتهينا منها وهي تعبئة الطلبات من قبل الباحثين عن العمل، ورصدناها كلها على أجهزة الكمبيوتر في وزارة العمل من خلال مديريات العمل. المرحلة الثالثة والنهائية هي مباشرة الباحث عن العمل مع صاحب العمل الموفر الفرصة، سيلتقوا بإذن الله اعتبار من الثلاثاء القادم لكل واحد بإذن الله أن يأخذ عقده معه ويبدأ عملية التشغيل وتبدأ عملية ملء الشواغر في مختلف المهن الموجودة. وإحنا إن شاء الله رح نكون معكم ونتابع هذا اليوم. معليك رح ننتقل لموضوع آخر. اليوم في الحقيقة تداولت بعض المواقع الإلكترونية خبر بتحكي فيه أنه وزارة العمل تشن حملة بحق العمال المصرية، العمال المصرية في المملكة، ووصفت بأنها الأقوى والأشرس. ما رأيك بهذا الموضوع؟ والله هذا الخبر الحقيقة يعني احنا صعقنا لانه لم يكن هنالك اي معلومات عندنا عن هذا الخبر. احنا بتعرفي ستي قمنا بعملية تصويب للاوضاع ومهنا العمالة الوافدة بصورة رئيسية، وليست العمالة المصرية انما كافة العمالة الموجودة في الاردن غير مصرح لها بالعمالة. نحن لها فرصة 60 يوم حتى تستطيع انها تصوب وضعها. نتحدث عن مئات الالوف من هذه العماله التي يجب ان تقوم بتصويب اوضاعها، لكن للاسف لغايه هذه اللحظه لم يصوب الا حوالي 15,000 عامل. هذا دعانا الى تكثيف عمليات التفتيش والذهاب مباشره الى اصحاب العمل حتى ان نبدا في مخالفه صاحب العمل الذي ياوي اي عامل لا يوجد لديه اي تصريح عمل، وهذا امر خطير جدا. وايضا بالإضافة لصاحب العمل نقوم أيضا بملاحقة كل عامل لا يقوم بعملية التصويب. الفرصة مواتية والفرصة مناسبة، والفرصة قامت بها الحكومة الأردنية حتى تجعل عند أي عامل أردني أجنبي الفرصة إلى تصويب وضعه. إذا ما التزم الآن بالذهاب إلى تصويب وضعه يعني هذا متمرد على القوانين والأنظمة في أي دولة كانت، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نمهل أي عامل الحقيقة إلا أن يقوم بتصويب وضعه خلال فترة 60 يوم، لكن هذا لا يعقل أن يكون على حساب العمالة الأردنية الموجودة الآن وبالتزام كامل منها يعني استبدالها بأي عمالة غير مصرح لها. ورد يعني في سياق هذا الخبر أن وزير القوى العاملة المصرية حاول الاتصال بكم ليلة الأمس أكثر من 10 مرات، طبعا هيك في الخبر، وأنكم يعني ما رديتوا على هذه التلفونات وهي الاتصالات. برضو ستي يعني بتعرف الأجواء يعني اللي موجودة فيها بعض الأخبار الحقيقة غير دقيقة. للأسف الشديد هذا لم يكن، وتعرفي يعني معالي الوزير صديق ونحن على تواصل دائم معه، ويوجد قنوات كبيرة جدا يمكن له أن يتصل بنا يعني من خلال السفارة ومن خلال الوزارة ومن خلال يعني طرق أخرى، لكن تعرفي أنا نائب سابق وتلفوني بين 500 رن باليوم، فمستحيل إذا كان لا سمح الله رن حكم، ويعتبر ذلك عدم إيجابي لمعالي الوزير الذي نقدر ونحترم والذي قمنا بمقابلته خلال زيارته للأردن، وتواصلنا على أن نكون دائما وأبدا سند
لدولتنا الشقيقة مصر، ونحن دائما وابدا بانتظار مكالمات من هذا القبيل حتى نستطيع انه اذا كان في عندنا اي مشاكل لا سمح الله ان نحلها. وبالتالي يعني لم يكن من هذا الحقيقه الخبر اي دقه في نعم يعني وضحت الصوره. دكتور نضال قطمين وزير العمل، شكرا جزيلا لك. أظهرت أرقام البنك المركزي أن السيولة المحلية ارتفعت في نهاية العام الماضي بنسبة 4% مقارنة مع مستواها المسجل في نهاية العام 2011، وجاء ارتفاع السيولة المحلية نتيجة ارتفاع مكوناتها، إذ زادت الودائع في نهاية تشرين الثاني من العام الماضي بنسبة 3.2% مقارنة بمستواها في نهاية العام 2011، وارتفع النقد المتداول في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 7.7% وعن مستواه في نهاية العام 2011. إجراءات الاحتلال الإسرائيلي على الجسور تؤدي إلى إعاقة حركة تدفق السلع والتجارة بين الأردن ودولة فلسطين، ما أثر سلبا على حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي ما زال دون المأمول. ربما لا توجد علاقة أكثر متانة من علاقة الشعب الأردني والفلسطيني، لكن متانتها لا تنعكس على التجارة بين الجانبين. أرقام متواضعة وحركة صادرات لا تلبي طموح التجار من الطرفين. مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق تحدث لنا عن أهمية المشاكل التي تواجه الحركة التجارية بين الشعبين. نسبيا لا زالت مستويات التجارة والتبادل التجاري ما بين الأردن ودولة فلسطين في مستويات متواضعة جدا، حيث لم تتجاوز 65 مليون دينار تقريبا أو 67 مليون دينار حتى شهر 11 من العام 2012. هذا السبب في تراجع أو في تدني مستوى التجارة الخارجية أو التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين يعود إلى عدة عوامل مبدئيا. بشكل رئيسي هذا العامل هو الصعوبات والمعيقات الإدارية والإجرائية التي تنفذها سلطات الاحتلال، لأنه هي الجهة التي تمتلك السيطرة على المنافذ الحدودية، مما يعيق إجراء وتنفيذ التخليص على بعض البضائع ويؤدي إلى ارتفاع الكلف في بعض الأحيان، وقد يؤدي إلى تلف جزء آخر من البضائع في أحيان أخرى. إذن السبب الرئيسي هو سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جميع المعابر والحدود الفلسطينية، فهي تتحكم بشكل شبه تام في حركة الاستيراد والتصدير عبر فرضها شروطا مباشرة ومشحفة بحق كل من الصادرات والواردات الفلسطينية. بشكل إجمالي أبرز السلع اللي بتم تصديرها إلى الجانب الفلسطيني تتمثل في الصناعات الكيماوية وفي المنتجات النباتية الأردنية، وبنفس الوقت هو التبادل يتم في هذا الجزء من السلع. طبعا هناك بعض السلع التي قد لا تكون قيمتها تذكر إلى حد ما، يعني بعض الصناعات الخشبية، بعض الصناعات الخفيفة الأخرى من صناعات لدائن وصناعات بلاستيكية. حجم التجارة وللأسف في كلا الاتجاهين لا يكاد يتعدى 100 مليون دولار سنويا، قد يزيد أو ينقص بشيء قليل، وهذا يعني يرجع إلى الإجراءات المعيقات الإسرائيلية في عملية الاستيراد من الأردن. بضع كيلومترات تفصل المملكة عن فلسطين، فمن ينظر إلى هذه المسافة الضئيلة يتصور حركة تجارية ضخمة، لكن الحقيقة هي وجود احتلال يعقد الحركة ويحجز البضائع ويتحكم بأرزاق العباد. غيث زعتر لقناة رؤية. قال نقيب أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز فهد الفايز لأخبار رؤيا إن إجمالي الطلب على المحروقات بلغ اليوم نحو 12 ألف طن، أي بزيادة 70% تقريبا، مؤكدا أن الزيادة في الطلب لا علاقة لها بتعديل الأسعار المرتقب، وإنما هي زيادة طبيعية بسبب الحالة الجوية السائدة.